بسم الله. الكبار والصغار، كتير بتحصل حوارات واختلافات كبيرة بين الكبار أو الآباء وبين الصغار أو الأبناء، وعادة ما بينظر الكبير للصغير على إنه خبرته ضعيفة وعلى إنه هو لسه ما يعرفش حاجة وإن هو لسه محتاج يتعلم كتير وإنه ما شافش اللي شافه أبوه أو جده أو الأكبر منه. مش عايز أقول إن الكبار لما بيقولوا الكلام ده هم مش محقين فيه، في جزء كبير طبعا منه حقيقة في واقع الخبرة، لكن اللي بيحصل فيه نوع من المصادرة على الشباب الصغير اللي ممكن جدا يكون عنده خبرات ومعرفة وقدرة على اكتساب أشياء كثيرة إيجابية، ويكون الأب وقتها أو الكبير مش داري بهذا التطور السريع اللي بيحصل لهذا الشاب الصغير في نظره. ومع إننا ساعات بنكابر مع أولادنا ونبقى عايزين نفرض عليهم رأينا بحكم بطل دوشة يا ابني وبطل غلبة، لكن أحيانا بنكتشف إن هم فعلا عندهم حق، وإن هم فعلا فاهمين، وإن هم فعلا عندهم خبرة وقدرة على اكتساب بعض المهارات والمعرفة. طيب، إيه اللي بينتج من كنا ككبار أو كآباء بنحاول إننا نتعامل مع أبنائنا أو مع الصغار على إنهم محدودي الفكر والخبرة والقدرة على الحكم على الأشياء؟ اللي بيحصل إن هو بينشأ من ده رد فعل سلبي تجاه أي كلام بنقوله لهم بعد كده، وبيبدأوا يكبروا بين منظار أو عدسة النقد عندهم علينا، لأننا بدأنا. وفي قانون دايما كنت بكتبه حتى قديما وعندي كتاب أسرار الثقة بالنفس كنت عامل فصل فيه، اللي هو لكل فعل رد فعل، لكل فعل رد فعل. فإحنا لما بنتعامل مع أبنائنا ومع الشباب والصغار بنوع من أنواع التطنيش، أو مش عايز أقول كلمة يعني الازدراء أو التقليل من كلامهم، هم بنفس الدرجة لكن بطريقة عكسية بيرفضوا كل اقتراحاتنا وكل محاولاتنا للنصح اللي احنا بيكون فعلا قلبنا عليهم وعايزينهم يكونوا أفضل مننا. لكن لو قدر الكبير انه يتفهم الصغير ويكتشف الأجزاء أو الخبرات الإيجابية والمهارات اللي هو مكتسبها بالفعل، وكان برضو نفس الشيء الصغير يحترم خبرات الكبير ويحاول يستفيد منها ويوفر وقت على نفسه من ان هو يرتكب نفس الأخطاء، بالتأكيد كنا زماننا استفدنا على مستوى الأسرة وعلى مستوى الشارع وعلى مستوى المجتمع وعلى مستوى الأمة بحالها.